بتعمل ايه عندك يا جدع انت؟ ايه يا عم، واحد واقف في ارضه مالك؟ ارضك؟ طب امشي بدل ما تخرج عيار اجيب عجلك. انت مين يا عم انت؟ انا غفير الارض دي كلها. وانت مين اللي عينك عليها غفير يا جدع انت؟ انت هتحقق معايا؟ يلا امشي علشان شكلك كده بتحرم على موتك. يا عم الارض دي كانت بتاع الجيش وانا اشتريتها، يعني بقت ملكي. الارض دي ملك الشيخ صالح. مين الشيخ صالح ده؟ بقول لك امشي بدل احسن لك. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ انا صاحب حته الارض نمره 8 اللي على الطريق. وهو في حد لما يقول على روحه يقول انا صاحب الحته الفلانيه؟ الملك لله يا استاذ. اسم الكريم ايه؟ سعيد. اقعد يا سعيد، اتفضل. طيب ماشي الحال، روح انت. بس انت قلبك جامد يا استاذ سعيد. انت جاي لوحدك؟ لا، انا معايا واحد قريبي بس مستني بره. مفيش معاك حد، رجالتي قالوا لي. شوف يا حاج صالح، الارض دي بتاعتي ملكي، انا شاريها من الجيش وورقها معايا. ورق؟ معاك ورق دي للحكومه. احنا ما بنتعاملش بالورق، احنا بنتعامل بالكلمه. القصد ان الارض ارضي. كل واحد بشوقه يقول ما بداله. ما العربية اللي انت راكبها بره دي ممكن اقول انها بتاعتي. اسمع يا استاذ، المنطقة كلها تخصني، والحتة اللي بتقول عليها ان كنت عايزها ادفع. انا دفعت يا شيخ ومش هدفع تاني. روح للي دفعت له. انا بقول نتفاهم بدل المشاكل. المشاكل دي اكل عيشنا، ولولا اني مستجدع دخلتك لغاية هنا لكان ليا تصرف تاني معاك. طلباتك 500,000. كده يبقى مات الكلام. سلام عليكم. وصلنا خلاص. انا مالك اخويا؟ اخويا ما تخافيش يا ست، اخوك ده طلع راجل بالصحيح، فضل يجري وراهم ويضربهم لغايه لما خلاهم يجروا قدامه زي الفلان. بس فين؟ هنا. ما تخافيش اهو، ما تخافيش. اصبر يا اخويا. يا معلم رزق. ايوه. ما تخليش حد من الرجاله يمشي، يمكن يرجعوا تاني. ما تقلقش يا برنس، انا سايب هناك اربع رجاله ياكلوا الزلط، مفيش مخلوق يقدر يهوب ناحيه الارض. حته الارض دي هي اللي بقياني من الدنيا يا معلم، مش عايز اخسرها. برقبتي برقبتي يا برنس. مد ايدك في جيبي، طلع التليفون، ادي العواطف. عواطف؟ نعم اخويا. هتلاقيها على التليفون نمرت واحد اسمه الدكتور تامر، عايزك تكلميه، اديله عنوان هنا. سعيد، سعيد. Thank you.
الأرض اللي تشيلك أولى بيك من الأرض اللي تضيق عليك وتخنقك. علشان كده جيت هنا، جيت هنا وأنا عارف إنه صعب، بس كمان متأكد إنك هتدي للي عرقه هيبل ترابك ويشد حيلك.